فكيف انتقلت المطبعة وأصبحت في يد المخزن؟ حيث لم يستعملها طير الوداني، وإنما أصبحت مطبعة ملكية أو مخزنية كما نرى. أولاً لم أجد في الكتب المغربية عند المؤرخين المغاربة الذي عايشوا تلك الفترة مثل أبن سوس الذي كان كاتباً للسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن الذي دخلت في هذه المطبعة وعنده كتاب مهم وهو الجيش العارم الذي يحكم فيه كل الحدث المغربية. والناصر في كتابه السحصة الذي ذكر كل صغيرة وكبيرة عن تاريخ المغرب لم يشير إلى أبدا إلى المطبعة، ربما طبعا أن موقفهما أو ربما أنهم قال أجل امتحان المطبعة من يد الروداني إلى المخزن جعلتهم يسكتون عن المطبعة حيث لم يذكروا أبدا المطبعة. عندما وصلت المطبعة إلى ميناء الصويرة، ميناء الصويرة هو القريب إلى طبعا إلى زالودانت، لأنه لو كان يسوي طيار السلطان لوصلت إلى ميناء طنجة، لأن السلطان يقيم في مدينة فاس وهي عرب ليست الصويرة. عندما وصلت المطبعة طبعا فإنها نكتت في الميناء من أواخر من أوت أو غشت 1864 إلى بداية سنة 1865. إذن هذا دليل على أن وجد الروداني صعوبة كثيرة في إخراج هذه الآلة. عرض اليوم كان حول تاريخ الطباعة بالمغرب منذ دخولها 1864 إلى 1912 أي إلى فترة الحماية. تحدثت فيه عن أسباب تأخر دخول الطباعة المغرب. لماذا كان المغرب آخر دولة في شمال إفريقيا ومن أواخر الدول الإسلامية اتصالا بالطباعة؟ وطبعا وجدت بأن هناك أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية كانت وراء التأخير. ثم تطرأت إلى دخول الطباعة لم يكن عملا من طرف الدولة أو المخزن، وإنما كان عملا فرديا من طرف محمد طيب الروداني الذي اعتبر رائد الطباعة في المغرب. نقش اسمه بكونه أول من أدخل الطباعة وهي من النوع الحجري. تطرأت إلى الأسباب لماذا اختار الطباعة الحجرية رغم صعوبتها ورغم أنها لم تظهر إلا في أواخر الثامن عشر، بينما الطباعة الأخرى التيبوغرافية التي يسميها المغاربة بالسلكية ظهرت منذ منتصف القرن الخامس عشر. وطبعا أنه راعى الجو العام للعلماء في المغرب، وطبعا حبهم المقدس للخط المغربي، ولهذا فإن المطبعة الحجرية تخرج كتبا تشبه المخطوطات تماما. ثم بعد ذلك تطرأت إلى كيفية انتقالها من طيب الروداني إلى يد المخزن ونوعية الكتب التي طبعت وأسباب اختيار هذه الكتب، لأن المطبعة سوف تستعمل لخدمة العرويين، لخدمة التعليم في المغرب، حتى تبقى المادة المدرسة مادة مراقبة من طرف المخزن حتى لا تطبع كتب خارج عن التوجه الديني المغرب. ثم بعد ذلك النقطة الأخيرة هي أن المطبعة لم تكن آلة تقنية فقط اقتصر دورها على نشر وطبع الكتب، ولكن كانت لها أبعاد وانعكاسات من الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي. أولا هناك وجود واحد طبعة كانت حينها مهمة في المجتمع المغربي وهي طبعة النسخ أو الورقي. هذه الطبقة كانت مهمة داخل المجتمع، هي التي تقوم بنسخ الكتب. وكان السلطان سليمان، المولى سليمان، أنشأ ديوانا في العصر الخاص بالنساخين، وكان هذا النساخين من العلماء الكبار والذين يجنون أرباح كبيرة من النساخة، بحيث بعضهم اشترى ضيعات، بعضهم اشترى بيوت كبيرة، ولهذا فهو عرف بأنه إذا أتى بالآلة الأخرى فسوف
الربع. طبعا تحتجوا عليه هذه القراءه الربع. ولهذا اتوني الاله. السبب ايضا يمكن ان اضيف سبب اخر هو الاقتصادي. الاقتصادي هو ان هذه الاله كما ترى لا تحتاج الى عمال كثيرين، فهي يمكن لشخص واحد كما يعمل الان الاستاذ، يمكن لشخص واحد ان يقوم بجميع المراحل في الطبع. وايضا لا تحتاج الى مؤسسه كبيره، تحتاج الى مكان صغير يمكن ان يتم فيه هذه الطبع. ولهذا فاقبل عليها الطيب المدني لهذه الاسباب، وهو عالم كان في بلده، وهو اول كتاب طبع للكناس في 4/1282 29 يونيو 1865. وكما ترون صوره هذه المقدمه وهذه الخاتمه التي يقول بانها انجز في عهد السلطان مدينه مكناسه الزيتون، بحيث حتى المؤرخ ابن زيدان الذي عاش في فخر القصر ذكر النسخه الثانيه التي طبعت في فاس، الذي كل يعرف بان المطبعه استعملت في مكناسه.